نقف اليوم هنا بعد أن جمعنا على منصة واحدة أكثر من 29,000 مسجل، شاب وشابة من أبناء وبنات منطقة جازان، بهدف تنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في عملية البناء والتنمية المجتمعية في مستقبل مملكتنا الغالية، حيث أن شبابنا شابات هذا الوطن هم عماد المستقبل. في رحلة امتدت لستة أسابيع طرح فيها الشباب أفكارهم ورؤيتهم وشاركوا طموحهم وتعلموا لغة الحوار لمواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمامهم. مهندس محمد، بسألك عن مؤسسة مثل مؤسسة الإنتاج البرامج المشتركة لدول الخليج، كيف نجحت مؤسسة مثل هذه في ترك بصمة في الذاكرة الخليجية؟ اليوم الفنون قادرة على التأثير على الثقافة، إعادة صياغة الثقافة في بعض الأحيان، تحرير راسخ منها. أتحدث في المقال عن كيف غيرت رؤية المملكة نظرة المجتمع للفن والثقافة. ختامها مسك، وهي مسك البداية لتحويل صوت الشباب إلى أثر فاعل. وفي الختام أبارك لإخواني وأخواتي اجتياز البرنامج التدريبي، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم.